السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبلش بهذا الفيديو، صلوا على النبي واذكروا الله. بهذا الفيديو بدنا نشرح شلون نحن من خلال هاتفنا بنحول ملف وورد اجانا الى ملف بي دي اف. نعم، ملف الوورد كيف بنحوله الى بي دي اف وبنارسله. الخطوة بسيطة جدا. طبعا اول شيء نحن راح نقوم فيه هو انه نفتح هذا الملف على الهاتف. لو ما فتح هون، طبعا نحن راح ننزل الوورد ضروري من متجر جوجل بلي ليفتح معنا. بعد ما يفتح بكل بساطة انا راح اضغط على الثلاث نقاط باعلى الشاشة فوق، وراح اضغط على مشاركة كملف بي دي اف. هون انا راح ارسله الى الواتساب الى اي شخص بدي اياه، وهيك بيكون تحول الى بي دي اف. وراح افتح على ملفات هاتفي راح الاقي انحفظ في مجلد الواتساب كملف بي دي اف عندنا في الهاتف بدون برامج بدون شيء. بتمنى ان يكون فاتكم عجبكم هذا الفيديو.